السلام عليكم ورحمة الله، طلابنا الأكارم، أهلا وسهلا فيكم بالدرس الأول لدورتنا اللي راح نكمل فيها مع بعض، دورة تكنيك رسم. طبعا بالمحاضرة الماضية، المحاضرة التعريفية، حكينا عن أمور كتير كتعريف في هاي الدورة ومنهج الدورة، كيف حتمشي الدروس، طريقة التعامل مع الطلاب وطريقة الشرح كيف حتكون بشكل عام. وحنكمل إن شاء الله اليوم بالدرس الأول اللي هو الافتتاح أو المدخل إلى تكنيك رسم. طبعا في طلاب معنا انضموا اوريدي، صاروا معنا بالمجموعة، وأغلبهم طلاب عمارة، ولكن نفس الوقت في طلاب هندسة ميكانيك وفي طلاب اتش مي مالك. فالدورة طبعا بتخاطب كل هذول الطلاب، وراح نعطيها بشكل ستاندرد وبشكل عام، نعطي فيها أساسيات بحيث إنه ما نقصر مع أي جهة من الطلاب. طبعا كمان في أصدقاء أخذوا المادة من قبل، وفي طلاب ما أخذوها لسه، في ناس عندهم فكرة عنها، مثلا أخذينها كرسم يدوي ورادين يتعلموها كرسم كمبيوتر. فبالدورة أنا معها حكون أعطيكم الاثنين ابتداء من الدرس القادم. كل شيء حنبدأ فيه، كل شيء حنشرحه، حناخده بنفس الوقت يدوي وبنفس الوقت على الأوتوكاد، وحأظهر تطبيقات عملية، حأشتغل على الأوتوكاد بشكل مباشر وأظهر لكم الشاشة، وطبعا راح تتعلموا معنا الأوتوكاد. طريقة تعلم الأوتوكاد معنا بهالدورة، طبعا أنا ما راح أعطي أعلم الأوتوكاد بشكل هيك، يعني أمسك لك الأوتوكاد مثل دورات التعليم المباشر، إنه قال لك إنه هذه الأداة بتعمل هيك وهي الأداة بتعمل هيك. ممكن أعطي شرح عام، ولكن مع تطبيقاتي العملية مع خلال شغلي حاستخدم أنا أدوات معينة، أقول أنا استخدمت الآن الأمر الفلاني وأنشأت الخط الفلاني وهكذا. فخلال مشاهدتك لألي أنت راح تتعلم الأوتوكاد، وتصير يعني هو برنامج مش كتير كتير معقد، ولكن لنهاية الدورة إن شاء الله حتكون قادر على فهم أو حفظ الأوامر الرئيسية اللي بتساعدك في حياتك كلها. بعدين يعني ممكن تستخدمها في هاي المادة الأوتوكاد، ممكن تستخدمها أكيد في مشاريعك الأخرى، وممكن تستخدمها إلى الأبد. طبعا في طلاب حتى بدأوا باستخدام الأوتوكاد وبيعرفوا شوي أساسيات عنه، ولكن طبعا الأوامر اللي حنشوفها مع بعض ممكن نسهل لك شغلك عليه. طيب خليني أعطي شوية تعريف بدرسنا اليوم الافتتاحي. حيكون بالبداية حأعطي شوية تعريف عن الرسم الهندسي. طبعا المرة الماضية حكينا عنه بشكل عام، كمان اليوم شوي بشكل عام، ما راح كتير أخذ من وقتكم بالإنترودكشن بالدخول. بعدين حنحكي، حنشوف شوي أدوات رسم، أدوات ممكن هو الأدوات اليدوية اللي بيستخدمها المهندس خلال الرسم الهندسي، وكل أداة كيف استخدامها. ستاندرد الرسم هذا يعني قصد المعايير اللي بنمشي عليها كمهندس معماري او كمهندس مدني ولا مهندس ميكانيك، هذا كله هنشوفه بالستاندرات. والاوراق، انواع الاوراق الرئيسيه المعياريه المستخدمه في كل العالم. طبعا انواع الخطوط تشيزجي، وانواع اليازي الكتابه حنشوفهم كمان واستخداماتهم كل وحده. وبالاخير حندخل على التشيك، المقاسات، مقاسات الرسم. طيب هلا كمثال عن، يعني بما انه عم نحكي عن تعريف شوي بداية قبل ما ادخل بباقي الامور، بما انه عم نحكي عن تعريف، طبعا هاي اللوحة اللي شايفينها قدامنا ممكن تكون لوحة مهندس معماري مقدم هذا المشروع لجهة رسمية، شكله هذا المشروع. ف كل تفصيلة فيه إلها قيمتها، إلها يعني تعطي معلومة، تشرح معلومة بشيء بشكل معين. طبعا لما أقول لجهة رسمية، هذا ممكن يكون مسلم هذا المشروع للبلدية أو لجهة أخرى، لأنه فيما بعد بس تتخرج إن شاء الله بتعرفوا إنه مشاريعك اللي لحتى تبنيها أو لحتى تاخذ رخصة في البناء لازم تكون تاخذ موافقة من البلدية في أي مكان أنت موجود فيه. والبلدية طبعا من دولة لدولة الستاندرد تبعها بيختلف المعيار. فهاي مثلا أنواع الخطوط، أنواع الكتابات، أنواع كذا. بشكل رئيسي وبشكل رسمي كل شيء
بيشابه بعضه، ولكن في اختلافات صغيرة بسيطة ممكن نمر عليها إن شاء الله. هي بس هيك حبيت أظهر لكم الصورة. طبعا مثل ما أنا شايفين، هذا اللي هون هذا اسمه تايتل بلوك، عنوان أو كتلة العنوان. طبعا هذا هون عبارة عن مظهر أو منظر elevation görünüş مثل ما بنقال بالتركي. هذا هون عبارة عن section. طبعا كل واحدة من هدول لها خصائص معينة، كما راح نشوفها إن شاء الله بالخطوات اللي بعدها. طيب خليني أعرض شوي من أدوات الرسم. أدوات الرسم راح أظهر هيك اسمه. طبعا أول شيء ممكن يكون مهم لنا هو المرسم أو طاولة الرسم. نحن كنا يعني هذا مرسم يعتبر من جديد أو يعتبر مودرن نوعا ما، المراسم القديمة ما بعرف إذا حدا بيعرفها، اللي كنا نستخدمها أيام حلب أو أيام جامعة حلب وكذا. كان طاولات كثيرة كبيرة ولها عيارات تلعب في زاوية الطاولة، وحسب أنت يعني راحتك وحسب الشيء اللي عم ترسمه. طبعا هذا شيء كثير مهم، حنشوف استخدامها مع المساطر اللي تحت. ليش طاولة الرسم بالذات يعني شيء مهم ولازم واحد يعني إذا كان بيرسم بشكل يدوي لازم يقتني طاولة تكون كثير مريحة. طبعا الجونية مثل ما نعرفها بالعربي كلمة الكوس، أو بالإنجليزي الترينجلز معروفين. طبعا في اثنين نوعين، هدول اللي بيكونوا 45 الزاوية بتاعهم، وطبعا هي معروفة 30 والتانية 60. طبعا هدول بيلزموا بإيش؟ بيلزموا بكثير خلال رسمك. فأنت باستخدامهم مع مثلا مسطرة التي، أغلب الطلاب يعرفوا مسطرة التي، بتنحط المسطرة هيك، بتتثبت طبعا المسطرة على طرف طاولة الرسم، وأنت بتصير حسب الحاجة للزاوية اللي عم المحتاجها ترسمها. مثلا إذا محتاج ترسم 30 فبتستخدم واحدة من هدول الجونية، بتستخدمها مع مسطرة التي وبتصير بتسهل شغلك بشكل كتير كبير. المنقلة مثل ما نعرفها طبعا هي لقياس الزوايا أو حتى للرسم بتساعد. الكرشون قلم، في نوعين من الكرشون قلم، قلم الرصاص، في ال H وفي ال B. طبعا ال H يعتبر سيرت اوتشلو، يعني يعتبر الصلب، الرأس تاعه صلب، فلذلك يعني عند الكتابة ما بيخسر رصاص بشكل كبير، فبيكون الكتابة شوي شفافة نوعا ما، أو مو شفافة يعني فيك تقول لينة يعني الكتابة. ولكن لما بكون القلم هو الرصاص نفسه هو لين، عند الضغط الكبير بيكون عند الضغط بتضغط فيه أكبر، بيعطي رصاص أكثر، بيخسر مادة رصاص أكثر، فبيصير الكتابة أعرض أو يعني أقسى أو هيك. فالبي هم الكتابات اللي بتكون كتير قاسية، بينما الاتش بتكون يعني أخف شوي اللون بتاعهم. طبعا بشكل سريع ما حوقف عند كل الأمور. طبعا الرابيدوغراف هي معروفة، أغلب ممكن حتى أظهر هون الست اللي عندي. طبعا بيجوا كمجموعة معروفين هيك، أغلب طلاب العمارة بيقتنوها بالبداية. بإيش بتلزم هاي؟ حاورجي ممكن مثال عن بعض الأقلام. مثلا حاليا هذا أحد الأقلام المكتوب عليه 1.2، طبعا ما بعرف مو مبين كثير بالشاشة، وهذا الأقلام مكتوب عليه 0.8. طبعا بإيش بيختلف هذا عن هذا؟ بسماكة القلم، بسماكة الخط اللي ممكن تكتبه. طبعا هدول بيكون الرأس بتاعهم رأس حديدي. شوي الكاميرا كأنه ما بتاخد فوكس بشكل مباشر. هدول في بعض الجامعات لحد الآن عم يطلبوا الرسم الهندسي بشكل يدوي، هدول ممكن يلزموك، ولكن بعد أول سنة وثاني سنة لما بتبلش باستخدام الكمبيوتر ما بتصير تستخدمهم بشكل كبير، فلذلك يعني ممكن تعتبرهم مقتنيات أو شيء يعني تجمعوا مجموعة تحطهم عندك يعني تصير. طيب البرجل معروف، الفرجر لرسم الدوائر.
في كمان هي شغلة كتير مهمة أو أوقات بتلزم بشكل كتير كبير، هي الجدول المسطرة اللي أطرافها بتكون هيك تقريبا، بتشوفها بشكل ثلاثي. فهي المسطرة لها 6 جوانب مختلفة، وكل جانب، كل حرف من هدول الأحراف أو الجوانب بيظهر لك مقياس معين. فحاليا مثلا هون 1 على 100 بيمشي بالسنتي مثلا، 1 2 3، ولكن أوقات بمقياس 1 على 25. هدول فبيمشي الفتحات أو الفراغات بتاعهم بيكونوا أكبر. طبعا هدول لما حنتقدم إن شاء الله بالمقاسات وحنتقدم بالمشاريع بيفيدك بشكل كتير كبير إنك ترسم مقياسات مختلفة وتقيسها بشكل أسهل، أفضل ما إنه تحسب كل مرة شو المقياس اللي عم برسمه وكل سنتيم من الرسم كم يقابل من الطبيعي. هذا يعني حاعلمك عليه اليوم، حنشوف المقياسات، ولكن بشكل عام بياخذ وقت كتير كبير إذا ما كان في هيك أداة تسهل لك العمل. مثل ما قلنا التي، مسطرة التي هي مهمة للي عنده مرسم، المهمة لجماعة الرسم اليدوي اللي بيرسم على الكمبيوتر أو اللي جامعته ما بتطلب الرسم اليدوي، فما في أهمية ياخذ مسطرة التي. طبعا بكل بلير هي بتكون عبارة عن مادة ممكن بلاستيكية أو لاستيكية نوعا ما، بتصير بتاخذ أنت الانحناء اللي بدك إياه وبتصير بترسم على أساسه. ممكن يكون في بعض الأحيان نماذج، مثل ما هون شايفين كلمة شابلون بالتركي يعني نموذج أو قالب، ممكن يكون في قوالب رسمية معينة ممكن بتفيدك خلال رسمك. طيب خليني أشوف أحكي شوي عن أنواع الأوراق. طيب هلا أهم شيء بالنسبة للأوراق، في ستاندرد الأوراق، في مجموعة الـ A، في مجموعة الـ B، مجموعة الـ C ومجموعة الـ D. هدول ما كتير بهمونا، اللي بهمنا بشكل رئيسي هو مجموعة الـ A اللي بنعرفها دايما نحن. أوراقنا أغلب الاستخدام بيكون مثلا مثل أوراق الـ A4، ممكن نشوفها حتى بالصورة اللي بعدها. طيب هاي هي الست أو المجموعة بتاع أوراق الـ A. بيكون أكبر الشيء اللي هو إذا شايفين هذا المستطيل الكامل، هذا A0 بيكون، إذا نصف الـ A0 بيكون A1، نصف الـ A1 بتكون A2، وهكذا A2 نصفها A3، A3 نصفها A4. طبعا الـ A4 أنه وحدة كالورق العادي اللي يستخدم في نحن في حياتنا اليومية، ممكن استخدام بشكل كتير رسمي والتقارير والأوراق الأساسية، هاي بتكون A4. ممكن كمان عندي كمثال عن الـ A3 بتكون تقريبا هيك مقاسه، ممكن حاليا هذا اللي شايفينه. طبعا الـ A3 بتكون نصف الـ A4 تقريبا، عفوا بالمقلوب، الـ A4 بتكون نصف الـ A3، الـ A3 بتكون ضعف الـ A4. هدول كتير مهمين، في ناس اكيد بيعرفوهم اللي بلشوا دوام وكذا، ولكن اغلب الاوقات مثلا انت لما خلال مشروع التصميم مثلا او خلال الرسم الهندسي، ممكن الدكتور او الدكتوره تطلب منك ورقه بمقياس معين، وتقول لكم مثلا ارسم لي الرسمه الفلانيه بالمقياس الفلاني. فهدول لازم كل مهندس، كل شخص يعرفهم. طبعا كمان في عندي شغله مهمه هون، انه مقاسات كل وحده من هدول، مثل ما شايفين الـ A4 مقياساتها هون بالمليمتر، يعني بالسنتي بتقابل 21 سنتي ضرب 29.7. هذا الرقم لازم كمان تحفظه. أغلب الشيء مثلا كمان ممكن يلزمك خلال الفوتوشوب، أنت يعني لما تصمم ورقة جديدة أو تفتح ملف جديد، أنت المقاس اللي بدك تبدأ فيه لازم يقابل مقاس الورقة اللي عم تشتغل عليها. طبعا حنشوف هون هدول كلهم بالتفصيل فيما بعد، ولكن عم عدي عليهم هيك كرؤوس اقلام، انه هالامور هي لازم تكون انت بتعرفها وحفظانها. مثلا في اغلب الاحيان المشاريع الكبيره لما يكون عندك مقاييس كبيره، فبتطلب ورق اكبر مثل اي واحد او حتى اي صفر. مشاريع التخرج مثلا اغلبها تسلم ب اي صفر، فلازم
الملف اللي انت يعني حتشتغل عليه بالفوتوشوب لازم تعرفوا انه مثلا 84 سنتي ب 118 مثلا او 119. فهذا الشيء المهم، حبيت كثير اوقف على عند هي النقطه لانه موضوع الاوراق كثير رسمي ومهم، وطبعا بيتخذ عنه فكره في بدايه كل درس رسم هندسي. طيب كمان في شغله كثير مهمه، قصه الخطوط. طبعا اظن هاي النقطه هي اهم ما يمكن انه تاخذه من هذا الدرس، انواع الخطوط، ايش كيف ممكن انا استخدم الخطوط. حنشوف فيما بعد او في الدرس القادم ان شاء الله حنشوف استخداماتهم هذول على الاوتوكاد، ايش كل خط بيرمز وايش كل خط بيستخدمه. مثلا الخط الاول هذا سيركلي مثل ما شايفين انه متواصل او مستمر، وكولم يعني بيكون عريض شوي. هذا بايش بيستخدمه؟ مثلا لنفترض انا عندي كتله معينه، وبدي اخذ مثلا مقطع، خليني اقول ثواني شوي راح اخذ. فالمقطع بيكون مثلا بيعدي هيك، طبعا اكيد بيعدي هيك وبيكمل. فهذا المقطع بيعدي من الكتله بتاعتي، بيعدي من نصفها مثلا هكذا، بيقطعها من هون وبيمشي. انا عندي فرضا عندي كتله معينه، صندوق معين وعم اقطعه. فكيفيه اظهار هذا الحكي طبعا حنشوفهم في تفصيل كثير اكثر في الدروس القادمه، ولكن انواع الخطوط يعني كل خط بايش بستخدمه وهيك، هذا لازم اشوفه. هذا الشيء لما بظهره انا بمسق او بمقطع، فبصير بظهره بالشكل التالي. طبعا مثل ما شايفين بيستخدم خط عريض ومتواصل، فهذا الشيء المهم اللي لازم واحد يحطه في عين الاعتبار، ايش معنات سيركلي وايش معنات كولم. اوقات ممكن نستخدم اوقات خط انجي يكون اخف شوي او يعني مو عريض، يكون ناعم خليني اقول، ولكن بنفس الوقت سيركلي متواصل. فهذا الشيء على سبيل المثال اصغر الدائرة وحيستخدم مثلا هذا الخط اللي شايفينه هيك. هاي لما انا بدي اظهر شيء اخر عن يعني انا خلال الدروس القادمة حتشوف معي انه هذا الشيء هذا الرسم بهذا الخط بيختلف تماما عن الرسم بهذا الخط، او هذا له معنى هذا له معنى اخر تماما. كذلك باقي الخطوط مثل ما شايفين الالتشز جسي، اوقات ممكن يعني مبين مثل ما حاليا يعني اذا بيلزمك بالسكتش او بشرح افكار او كذا، فدائما نحن كمعماريين نستخدم خط اليد، بيكون كمان بيكون بخطوط رفيعه او خطوط عريضه. طبعا في انواع ثانيه كمان اعطي فكره شوي عنها ان شاء الله نكون مكمل الاخير، اللي هو الزيكزاك لتشيزكي. مثلا اذا كان عندي رسم انا كتير كبير وراح اخذ انا قسم صغير منه من هذا الرسم، فبيبدا هيك بيعطي زيكزاك معين وبيكمل، بيبدا هيك بيعطي زيكزاك. فهذا الشيء بفهمني انه رسمتي انا خلال مثلا نفترض كان عندي بناء، عندي باب مثلا، عندي شباك، او حتى في شباك ثاني هون ولكن مقطوع. فهذا الزيكزاك هو بفهمني انه هدول الرسمات اللي داخل هاي المساحه هاي بينقطعوا او بيخلصوا عند هذا الخط. فهذا الزيكزاك معناه انه اقتطاع او مثل حرف نهايه او يعني خط نهايه للرسم اللي انا فيه عم استخدمه. طبعا كمان في عندنا يعني الكسيك، الخط اللي بيكون المقطع، هذا له معنى كثير مهم. مثلا اذا كان انجا
معناها الخط المقطع أو شيء أنا ما لي شايفه، أو مثلا خلف مكان القص. يعني إذا كان في شيء ما لي شايفه أنا بالشكل المباشر قدامي، ما عم بظهره بشكل خط قلن أو مستمر، فبظهره بخطوط مقطعة. هنشوفها كمان. طبعا في أنواع أخرى، في شيء اسمه النقطة لوكيسيك، إنه هم مقطع هم بنقطة. هذا استخدامه بيكون بنفترض مثل الأداة اللي أنا رسمتها من شوي هون. هي رسم هذا الخط اللي اسم اللي رسمته أنا، خط السكشن أو الكاسيت أو المقطع بالعربي، الكاسيت بالتركي. هاد الخطوط هاي نظهرها بهذا الشكل، نقطة الكاسيك. طبعا بدت أظهر لكم شوي، أعطي شوية شرح إن شاء الله تكون انفهمت بشكل مباشر، ولكن هدول الأمور كواجهة ومقطع وبلان وإسقاط ومساقط، هدول كلهم هنشوفهم إن شاء الله في الدرس القادم أو اللي بعده بإذن الله. ولكن كأنواع خطوط، كفكرة عامة، أنا حبيت اليوم أعدي عليها مرمي هذا المرور. طبعا هذا من أحد الستاندردز للرسم الهندسي في الهندسة الميكانيكية، إنه الخط اللي شايفينه مثلا هذا خط الـ A، أو خليني يمكن الخط A، كيف أنا فيني استخدمه. فأحد استخداماته الجرونان كانالار، الجرونان تشيفريلار، الإطارات أو الأشياء الظاهرة أو الخطوط الظاهرة اللي أنا بقدر بشوفها ممكن استخدمهم في هاي الخطوط، مثل ما شرحنا من شوي. كمان يعني فيهم تفصيل أكثر، فيهم استخدامات أكثر، حنعد عليهم إن شاء الله في الدروس القادمة. طيب كمان نقطة كتير مهمة بالنسبة كدرس بداية، كدرس مجرد شرح، يعني احنا عم نشوف ايش معنى الرسم الهندسي وايش الاشياء اللي حنتعلمها خلال الدرس وهكذا. طبعا موضوع مقياس الرسم هذا موضوع كتير مهم، فعاطي مثال هون انه هاد الاوبجكت او هذا العنصر الموجود عندنا، عاملين له اسقاط على هاي الواجهة، وهذا هو مقياسه الواحد على واحد، هيك بنكتب واحد على واحد. ولكن عندنا هون مقياس آخر، هذا مقياس يعتبر واحد على اثنين، يعني نصف هذا المقياس، أو مو هذا المقياس. تماما نصف هذا المقياس. يعني إيش معنى هاي الكلمة واحد على اثنين؟ وإيش معنى هون حنشوف اثنين على واحد؟ هذا بالمقياس الثالث اللي عم نشوفه أكبر أو ضعف المقياس اللي عم نشوفه هون بالمكان الأول، أو ضعف الشيء الموجود حقيقة أو الواقعي أو القياس الحقيقي لهذا العنصر. هلأ راح نشوف كمان ممكن خلال الشرح الثاني. طبعا في عنا أنواع كثيرة من المقاييس. في مقاييس الواحد على واحد، واحد على اثنين، واحد على خمسة، واحد على عشرة، واحد على عشرين، وما إلى ذلك. وحنشوف كمان لحتى أشرح موضوع المقاييس، خليني أبدأ هيك. المقياس، كلمة مقياس لما عم نشوفه مثل ما هون كاتبين ölçek، çizim ölçüsü على parçanın gerçek ölçüsü، يعني هون مقياس الكتابة ما حتزبط، مقياس الرسم على مقياس أو قياس القطعة الحقيقي. طبعا زيانتك شو اسمه، ولكن كشرح خليني اشوف، خليني هون مثل هذا اعطيك مثال انه الجيرتشيك اولتشو هون، فهذا الواقع. يعني اذا كان عندي قطعه، هاي القطعه ارتفاعها 30 سنتيمتر لنفترض 30، لما بدي اظهرها انا هاي ال 30 بمقياس اصغر، هي بتضل قياسها 30. يعني انا لما بدي ارسمها بشكل اصغر اكيد القطعه ما عم تصغر، ولكن الرسم او اظهارها هاي القطعه عم يصغر. فلذلك بستخدم انا هذا الاولتشيك الواحد على اثنين. ايش معنى واحد على اثنين؟ مثل ما حكينا من شوي، مقياس الرسم على قياس القطعه الحقيقي.
يعني أنا خليني أشرح لك يعني هيك بالعربي، إنه هي الواحد هي اللي شايفينه هي عبارة عن سنتيم، لنفترض سنتيمتر في رسمك، فأنا قلت إنه كل واحد سنتيمتر من رسمتي يقابل 2 سنتيمتر بالحقيقة. شلون يعني؟ مثلا نفترض عندي أنا بناء، هذا البناء ارتفاعه 15 متر. إذا قلنا هاي ال 15 متر أنا بدي أرسمها على مخطط، طبعا أكيد ما بمسك ورقة 15 متر وبقعد برسم المبنى عليها، لا، بحاول بصغر المبنى وبرسمه بمقياس أصغر بكثير، واللي هو ما يقارب تقريبا 1 على 100 لنفترض. فكلمة 1 على 100، 1 على 100 معناها إيش؟ معناها كل سنتي بالرسم، كل سنتي بالورقة اللي أنا عم أشتغل عليها تقابل 100 سنتي بالحقيقة. يعني عمليا إذا أنا عندي الورقة هيك، كل سنتي فيها تقابل 100 سنتي، يعني 1 متر بالحقيقة. يعني نفترض أنا عندي الشباك، شباكي ارتفاعه 2 متر، فأنا بظهره بالرسم ب2 سنتي. هذا الأصل بتسمية أو بتعامل مع المقاسات. فهي شغلة كتير كتير مهمة طبعا بالنسبة لطلاب العمارة بشكل خاص، لأنه بيستخدموا ألجيك أو بيستخدموا مقاييس كتير مصغرة. يعني أوقات مثلا نحن مو بس نرسم 1 على 100، ممكن نستخدم 1 على 1000. يعني أنا لما بدي أرسم مثلا حارة، واللي بدي أخطط مكان منطقة مدنية كاملة، فببدأ من 1 على 1000، بعدين بصير بصغر لما بدي استخدم مبنى مثلا، لنفترض مبنى كبير ك افي مي مثلا او مشفى او هيك، نبدأ ب1 على 500 وهكذا، كل ما نصغر بالتفاصيل لنصير 1 على 200. فهي الرسومات هاد معناه شيء وهاد معناه شيء اخر. طبعا هي هذا الموضوع، مقياس الرسم موضوع كتير حساس ولازم نفهمه. فحاليا هذا الشرح اللي عملته ان شاء الله يكون شرح وافي. اذا في طلاب كمان لسه عندهم ضعف معين او نقطه ما فهموها او كذا، لحتى اعيده ان شاء الله، يا اما بشكل خاص يا اما بالدرس القادم ممكن اعيد شرحه. ولكن مثل ما قلنا، هذا الرسم بمقياس 1 على 1، الشيء الطبيعي اللي انا بشوفه من هون لهون 30 سنتيم تماما، فواحد على واحد بيكون. بينما لما بدي أصغره بصير برسمه ب1 على 2، فبعمله بالنصف. لما بدي أكبره بصير 2 على 1، يعني بصير الضعف. يعني هاي تقارب، يعني إذا قست أنا بالسنتيمتر أو على الرسم، فبدل 30 رح يطلع معي 60. هذا المفهوم ب2 على 1، هذا المقصود فيه، إنه كل مقياسين رسم يقابل مقياس حقيقي وهكذا. طبعا فكرة إن شاء الله تكون فكرة مثلا 1 على 100 بالنسبة للبناء فهمت. بالنسبة للمعماريين مستخدموا مثل ما قلنا تصغير بشكل أكبر، فمستخدم 1 على 100، 1 على 200، 1 على 500، 1 على 1000. ولكن بالنسبة لمهندسين الميكانيك ما بيستخدموا تصغير بالعادة، ممكن أوقات حتى يستخدموا تكبير، أوقات طبعا بيستخدموا تصغير، ولكن بشكل عام بأنه قطع صغيرة، فلحتى يظهرها بشكل صحيح أو بشكل مفهوم بيكبر الرسم بصير. فبيكون عنده القطعة اللي صممها هو مثلا نفترض 30 سنتي، ولكن بيظهرها بالرسم ب60 سنتي، لحتى تفاصيل وخطوط هاي القطعة اللي صممها تظهر وتبين وتكون مقروءة من قبل المهندسين الآخرين أو الشركة اللي عم يعمل فيها. لحد الآن هيك أنهينا موضوع المقياسات. مثل ما قلنا هذا الموضوع رح نعدي عليه بأمور أخرى، رح نشوفه طبعا في الدروس الثانية إيش معنات. يعني أنا بدي أشوف في درس كامل إيش معنات كل مقياس. يعني أنا كمعماري لما بدي أرسم بمقياس 1 على 100، إيش التفاصيل اللي بظهرها، شو كمية التفاصيل اللي بظهرها. لما برسم 1 على 500، إيش التفاصيل اللي بظهرها. أنا إيش فرقي، يعني أنا ليش ما أرسم البناء ب1 على 500 ولا 1 على 200، وإيش فرقت. ففي فرق
وفرق بالتفاصيل. على سبيل المثال أنا بالواحد على 500 لما عمرتهم بناء ما بظهر فيه المفروشات أو التفريش، يعني ما بظهر مكان الديوانة وين حتكون، ولا التخت ولا الباب. الباب طبعا بيظهر، ولكن البناء المفروشات بشكل عام ما بتظهر بمقياس 1 على 500. ولكن لما برسمه بواحد على 100، لما بكون المقياس شوي عندي هيك أكبر، بكون المساحة موجودة أكبر، فبصير بعبي المفروشات أو بحط المفروشات بمحلها الصحيح بمقياس 1 على 100. فمثل ما قلنا 1 على 100 بيتطلب تفاصيل زيادة، 1 على 500 بيتطلب تفاصيل أخف. طيب كمان شغلة رئيسية كان لازم نعدي عليها طبعا، هي تعتبر يعني مدمجة، ممكن ندمجها هي القصة بستاندرد تبع الأوراق اللي شفناه من شوي، مثلا لما أي صفر ولا أي واحد ولا كذا. عند كل ورقة في بزاويتها، طبعا حنشوف عليها أمثلة، حيكون في تايتل بلوك أو كتلة عنوان. هاي التايتل بلوك مثل هلا شايفين إيش بيكتب فيها، أهم المعلومات اللي بيكتب فيها اسم المهندس المصمم أو الشركة، يعني هاي مين اللي صمم، مين اللي رسم، هون بياخد مكان. طبعا drawing title اسم العنوان، اسم الرسمة. مثلا أنا ممكن أكتب هون مثلا first floor plan مثلا، يعني مقطع أو مسقط الطابق الأول بالإنجكات بلان مثلا. هاي بتجي هون تحت اسم الرسمة، هاي الرسمة شو اسمها، هاي بتنكتب هون. طبعا ممكن انت تكون عامل ورقة كاملة مثلا للبرسبكتيف لنفترض، فبتقول مثلا هذا البرسبكتيف الخارجي مثلا او البرسبكتيف الداخلي وما الى اخره، انت حسب شو عم تظهر بهاي اللوحة تكتب اسمها في الدراونج تايتل. طبعا السايز كمان هذا مهم، سايز اللوحة نفسها، يعني انا شو الورقة اللي عم استخدمها. مثلا ممكن اكتب A3 AUG. طبعا الكيج كود هذا شيء يعني ممكن يكون خاص مختص في بعض الاحيان. ديفيجينو رقم الدي دبليو جي، ممكن انت اذا عم تشتغل على عدة ملفات دي دبليو جي واللي هي ملفات الاوتوكاد، فانت شو رقم الملف اللي عم تشتغل عليه. طبعا السكيل هذا طبعا شيء كتير مهم، انت شو مقياس الرسم اللي استخدمته، نفترض 1 على 200، فبتكتبه هذا هون. فعمليا لما بتكتب انت السايز او حجم الورقة وبتكتب مقياس الرسم، فبتصير الورقة مفهومة بشكل كامل. يعني حتى انت اذا استخرجتها نفترض كبي دي اف وارسلتها عن طريق الايميل، فلما حينزلها حيعرف ان الورقة هي AUG وحيطبعها على AUG، ويعرف ان المقياس تبعها 1 على 200، فبيعرف المقاس الصحيح لكل خط من خطوطك. ما بيصير مثلا انت اللي ناوي تظهره مثلا 10 متر بيظهر ك5 متر، لا بيظهر نظامي مثل ما انت ناوي ترسمه. طبعا شيت 1 of 2، اذا كان عندك مثلا كذا ورقة ممكن اكيد المشاريع عند التسليم ممكن ياخذوا 5 6 اوراق، ممكن حتى في مشاريع بياخذوا فيها 20 30 ورقة. طبعا الترقيم كتير كمان مهم بالنسبة للترتيب لحتى ترتب امورك. طيب حاليا شفنا النقاط الأساسية اليوم، حنشوف كذا مثال وبنخلص ونكون هذا الدرس الأول خالصينه بهاي الأمثلة. فمثال على حكينا، هذا أحد المشاريع المعمارية. هون هو أنا مبين علي من هون واجهات معمارية. طبعا هذا الخط اللي عم نشوفه هون هذا خط السكشن أو الكاسيت، مثل ما قلنا تشيزجيري نقطة له، فإنه هم متواصل وهم له نقط أو مقطع وله نقط. إيش يعني الكاسيت تشيزجيري؟ هاي حنشوفه فيما بعد إيش معناه. يعني لنفترض إنه أنا عندي هذا المبنى مثل ما شايفين بالواجهة هيك، عم بيقول إنه أنا في عندي مقطع في بيعدي من هذا المكان. طبعا احنا حنشوف عليه امثله، وان شاء الله ابتداء من الدرس القادم لما حنستخدم الاوتوكاد حنشوف
بشكل أفضل إيش معنات المقطع وإيش معنات الواجهة. طبعاً هدول كمان رموز مهمة كتير، إنه كل مقطع هذا أنا بعطيه لكل واحد اسم، فهون في عندي 1 2 3 4 وإلى آخره. طبعاً ما بعرف إذا بقدر بعمل زوم، بس كمان في عندي هون الليفلز أو المستوى، كمان هذا له رمز خاص، إنه عند كل ارتفاع إيش بيعني، كل ارتفاع أنا لوين وصلان أو شو المسافة بين الأرض وبين هاي النقطة، فهذا كله كمان له رمزه الخاص. طبعا الكتابات ومثل ما شايفين هون التايتل بلوك واللي هو كتلة أو العنوان أو مربع أو صندوق العنوان بيكتب فيه اسم اللوحة، مكتوب فيه اسم الشخص اللي رسم وإلى آخره. طيب كمان بالنسبة كمثال للإتش مي مالك العمارة الداخلية، ممكن هو طبعا ما في فرق يعني بالنسبة للعمارة الخارجية والداخلية بهالأمور، الرسم الهندسي بيتناول الاثنين على حد سواء، الموضوع التفاصيل بيدخل في اثنيناتهم بنفس الشكل. في نقطة مهمة أو ما بعرف هلأ خطرت لي أول ما شفتها، إنه عند مثلا شايفين هذا الخزانة هاي في خط هيك مبين هون مثل ما شايفينه، هاد خط يعتبر خط جهة الفتح أو جهة التثبيت، يعني أنا عندي هاي الخزانة أو هذا باب الخزانة مثبت بهالجهة، فبنرسم هالخطوط المساعدة على وجه الباب هذا أو على وجه الخزانة لحتى نعرف نحن هاي الخزانة من وين عم تفتح، من يمين لليسار ولا من يسار لليمين. هاد كمان أمور كتير مهمة. طبعا بما أنه نحن عاملين كاسيت في الأرض، ف يعني الأرض اللي تحتي بتبين بخط كتير عريض كلن، بينما الخطوط اللي أمامي تظهر بخطوط شوي أرفع. هذا كمثال اللي ما فهم موضوع رفعة وعراضة الخطوط اللي حكينا عنه من شوي بإمكانه يشوفه كمثال حي قدامه. طبعا في خطوط حتى أرفع وأرفع اللي هي هاي عم نشوفها، هاي بتكون خط تفصيلة أو خط ممكن زخرفة في المكان، فما بنعطيه أهمية أو ما بنعطيه ثقل بخط كتير كبير، نعطيه خطوط رفيعة. طبعا بنفس الوقت موضوع الألتشو القياس غير الألتشيك غير المقياس. المقياس مثل ما قلنا الألتشيك هو مقياس الرسم، 1 على 100، 1 على 50، 1 على 20، هذا اسمه ألتشيك المقياس. بينما الألتشو اللي هو قياس هو انه مجرد تحط القياس من هون لهون وتكتب انت مثلا هذا من هون لهون نفترض 70 سنتيم مثلا وما الى اخره، فانك تظهر هذا البعد او هذا القياس هذا اسمه اظهار الألتشو. حتى هدول الألتشو والقياسات لهم معايير خاصة فيهم وحنشوفهم كمان. طبعا في دروس كتير متقدمة، يمكن باخر كم درس قبل التطبيقات العملية نشوف موضوع الستاندرد لهدول وما الى اخره. كمان فيه مثل هون مثال اخر. تمام بشكل عام هذا كان مثال ثاني. كمثال اخير بالنسبة لطلاب الهندسة الميكانيكية، ممكن هي قطعة مثل ما شايفين تماما ما ادري كيف، ولكن في شيء حديدي مثبت تحت مثل ما شايفين مثبت البراغي او المسامير الكبيرة، واظن هي مثل عبارة عن مفصل او كذا. فطبعا في بعض الاحيان نحن في هذا يعتبر التايتل بلوك، مجرد هاي العلبة او هاي الصندوق الصغير هون بيظهر المعلومات الاساسية اللي المهندس اللي رايد يظهرها، ولكن في بعض الاحيان نحن بنظهر جداول اخرى او صناديق او صندوق معلومات اخرى انت المهندس حابب يضيفها من خلال أشياء أخرى بضيفها على اللوحة. هيك اليوم نوعا ما بيكون الدرس بشكل رئيسي بشكل أساسي خلص. وطبعا ليش هيك حبيت اليوم أعمل الافتتاحية، طبعا ما دخلنا بتفاصيل كتير، أنا كل شيء حكيت عنه اليوم رح ينعاد بشكل مفصل أكثر وكثير وبشكل مع أمثلة مباشرة، رح
استخدم كل شيء مثل ما قلنا، هم اظهره نظري هم استخدمه على الاوتوكاد بشكل عملي، واشرحه بشكل اكثر مفصل اكثر خلال الدروس القادمه. بس اليوم حبيت عدي هيك بشكل كامل، يعني مثل ما بقولوا مرور الكرام على النقاط الاساسيه، العناوين اللي بتهم المهندسين. ان شاء الله بنشوفكم بالدروس القادمه، ان شاء الله يكون استفدتوا معنا اليوم. اللي عنده اي تساؤل او اي ممكن ملاحظه او اي شيء ممكن يضيفه على الدرس، او ممكن شيء ما فهمه من الدرس، فان شاء الله تواصلنا على الخاص بشكل مباشر، وبالسلامه ان شاء الله.